في هذه الجولة الإخبارية من إفريقيا الشرقية نتوقف في البداية بإثيوبيا، حيث كرست صحيفة إثيوبيان هيرالد افتتاحيتها للحوار الوطني المقبل في البلاد، مشيرة إلى أن الإرادة لضمان السلم الدائم والديمقراطية والأمن تأتي من الداخل وليس من الخارج. وبهذه الروح عملت الحكومة الإثيوبية بحزم ليس فقط للحفاظ على السلام والأمن والتنمية المستدامة، ولكن أيضا لمعالجة القضايا التي تعيق الانتقال السلس إلى الديمقراطية وفقا لكاتب العمود. وفي رواندا توقفت صحيفة نيو تايمز على إحياء الذكرى 28 للإبادة الجماعية ضد التوتسي والتي لا تزال مستمرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن وزير الصحة الرواندي دانيال غامينجي قدم تكريما يوم الثلاثاء للطاقم الطبي والمرضى الذين قتلوا خلال الإبادة الجماعية عام 1994. في كينيا كتبت صحيفة ديلي نيشن أن السلطات الصحية أعطت دواء الإيدز عن طريق الحقن لأول مريض في البلاد بعد 3 أشهر من الموافقة عليه من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.